أكد رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا سعادة الشيخ دعي بن سلمان الخليفة أكد أن الشركة حققت خلال عام 2021 صافي أرباح تاريخي فاق المليار و200 ألف دولار أمريكي، وذلك نتيجة بدء عمليات خط الصهر السادس في تسجيل أرقام غير مسبوقة على مستوى الأداء المالي. نعم، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة بحضور عدد من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام الذين اطلعوا على تفاصيل وإنجازات الشركة خلال العام الماضي، وزيارتهم الميدانية لموقع عمل خط الصهر السادس الذي دشن مؤخرا بمناسبة اليوبيل الذهبي للشركة، وشكل نقطة تحول جعلت من ألبا أكبر مصهر للألمنيوم في العالم خارج الصين. أكبر مصهر ألمنيوم حول العالم ألبا، الشركة التي حققت منجزات كبيرة وأرباح أكبر خلال العام الماضي، شرحها رئيس مجلس الإدارة بالتفصيل خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الشركة بحضور قياداتها ومراسلي الصحف المحلية، وذلك للحديث عن أبرز منجزات الشركة وما حققته من أرقام قياسية وتنافسية على مستوى المنطقة والعالم. بعد الانتهاء من المؤتمر الصحفي الذي أكد خلاله المتحدثون والمسؤولون في شركة ألبا أنها قد حققت أرباحا تاريخية في صافي أرباحها إذا ما قورنت مع الشركات الصناعية والتجارية في مملكة البحرين، والآن ننتقل إلى زيارة ميدانية إلى خط الصهر السادس في داخل شركة ألبا للاطلاع على سير العمل به. خط الصهر السادس أحدث خط دشنته الشركة، جاء بنقلة نوعية في مسيرتها الطويلة من ناحية الكم والنوع، إلا أن ذلك ما كان ليتم لولا ما شهدته الشركة خلال 50 عاما الماضية من تطور كبير وتقنيات حديثة أسهمت في ترسيخ اسمها على خارطة العالم في إنتاج الألمنيوم بكفاءة وجودة عالية. عام 2021 كان يعني هو اليوبيل الذهبي لشركة ألبا، مرور 50 سنة من بدء التشغيل، والحقيقة أفضل سنة في تاريخ الشركة قدرنا أن احنا نحقق نتائج غير مسبوقة. طبعا أهم نتيجة اللي هو الربح الصافي اللي هم المستثمرين والمساهمين، قدرنا نحقق يعني أكثر من مليار دولار، وبالفعل حققنا مليار و202 مليون دولار كأرباح صافية، فهذه نتيجة يعني الحقيقة غير مسبوقة، نتيجة قوية يعني ما تعكس فقط يعني سعر الألمنيوم اللي هو طبعا السعر جدا قوي، ولكن يعكس الإنتاجية، يعكس يعني التطورات اللي صارت في الشركة. وأنا أعتقد الخط السادس يعني يعتبر نقلة نوعية بالنسبة للشركة، قدرنا أن احنا نضيف أكثر من 540 ألف طن لإنتاج الشركة، فكل هالأمور دي انعكست يعني في الأداء القوي للشركة في عام 2021. الحمد لله، طبعا السلامة دائما تعتبر من أعلى الأولويات لدى الشركة. طبعا عندنا في ألبا أن السلامة تجي أولا، بعدين الإنتاج، بعدين الأرباح. فلله الحمد أكملنا عام 2021 ولله الحمد بدون أي إصابات مضيعة للوقت، وبعدد ساعات تتجاوز أكثر من 20 مليون ساعة بدون إصابة مضيعة للوقت، فهذه أول مرة في تاريخ الشركة منذ 50 عام. بمناسبة احتفال اليوبيل الذهبي للشركة، تعتبر هذه السنة 21 من أفضل السنوات من جميع النواحي. منجزات الشركة التي أطلعتنا عليها خلال هذه الجولة جاءت نتيجة الالتزام المشهود في جميع المعايير المعمول بها عالميا في هذا القطاع، وعلى رأسها مبدأ السلامة الذي حققته الشركة بكل نجاح خلال تطوير آلياتها بشكل مستمر وتأهيل كوادرها بالخبرات العلمية والعملية. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.